استاذ عمرو، رايك في عوده خالد يوسف للانتاج؟ ممكن تشتغلوا سوا مع بعض قريب ولا لا؟ يا مساء يا مساء، انا عملت معاه ادوار حلوه وقدمني كويس، وكان سبب نجاحي او سبب انطلاقي او كده يعني. اكيد الاكسسوارات اللي معاك دي احنا عايزين نتعرف عليها. مش نتعرف عليها؟ اه معلش يعني. ده خاتم بعد اذنك. ننور بس شويه يا جماعه، ننزل بس كده يا شباب. اه وده ابن اخته ودي بنت عم ابو خالته. ايوه. اه وفي في البنطلون حاجه كده معرفش فاهمها. اه وده برضو مش عارف بالنسبه لايه. اه ما انت بس هو ده خيال الستايلست، فانا بنفذ. انت عايش في خيال كله خاص بالشخصيه ولا دور شر يا راجل؟ كله الشخصيه، كل الشخصيه. والجديد برضو في الشخصيه ده. الله يسعدك. ايه رايك؟ ايه ده جامد جدا. انت عملت كده افتجوت انت صح؟ والله الحمد لله. الانس هشتغل بقى ولا ايه؟ الانس والنمس. طيب الانس والنمس حقق نجاح في السينما يعني؟ انت شفته ازاي؟ انا ما شفتش، هو حقق نجاح. انت قلت اهو الحمد لله. يعني شفت نافس بين بين الافلام السنه دي 7-8 افلام نازلين في السينما ما انا ما شفتش الافلام. انت بتساليني اسئله وكان انا محيط بكل شيء. انا على فكره قاعد في بيتنا وبنزل اصور واروح، بس ماليش اي علاقه باي حاجه ثانيه. طب حضرتك ده سبب انت قليل من الظهور الاعلامي النهارده؟ اول مش متوقعين ده تنزل ده ظهور اعلامي كتير قوي النهارده بالنسبه لي. عشان كده مش عايزين نخلص معاك اصلا. احنا قاعدين انت وراك حاجه؟ طب انا عايز اخلص عندي شغل والله. انتوا جايين لي شغل على فكره، مش جايين للبيت. لو في البيت هنقعد ساعتين ثلاثه نرغي. طب تصور حاجه غير مربع برمونة في الوقت ده؟ اه بصور فيلم اسمه تحت تهديد السلاح، وفيلم اسمه فيلم تجاري، وضيف شرف في فيلم السرب، وضيف شرف في فيلم اكس، وضيف في كذا، ضيف شرف في كذا حاجه. تمام ما شاء الله عليك مجانا. فمش فاضي بقى للصحافه. تحب تضيف ايه يا ريس؟ شكرا. شكرا الاضافه. الف شكر. شكرا ليك يا استاذ كفر. شكر على خير. تعالى صورني.